انا كنت قاعد زمان كده بشرب قهوه جنبي، فبدأ خد شوف رضا جوز السيد ليه في العزال لسه سمعنا انا نقله في الشقه الجديده، فبتقول انا لقيته بتاع بس انا عارف البتاع ده على التليفون من 4 اسابيع، فاخدته كده حطيته وشيلته وفتحته جنبي، قالت لي شيل الطلقه اللي فيه، رحت فاتح البتاع لقيت الطلقه بس ما شلتهاش، يعني حطيتها تاني وحطيته جنبي كده. لما بعد التهزر معايا هي كانت قاعده قدامي هنا بقى الاول، ما شلتش الطلقه ليه؟ ما جاش في دماغي عادي بقى، يعني مش جاي في دماغي عادي، انا ما اعرفش اساسا لو متعمق كمان ولا في حاجه. فالمهم هي كانت قاعده مربعه كده وزي ما اكرم بيقول لك بتشرب سجاير قفلت الشباك وكل حاجه. المهم قعدت بتتكلم بعدين بنهزر انا وهي، ده فلان وعورني وينفع كده ومش ينفع كده، قلت له يا عم ده سيبه اللي هو فيه ربنا يفكها عليه وربنا مش قاعد نتكلم هزيرة مبدأ كله خلاص مفيش حاجة. حتى وأكرم كان قاعد عمال حتى يعني إيه يضحك على الكلام معايا أنا وهي، وإحنا عمالين نتكلم أكرم كان قاعد يضحك على الكلام لأنه عارف إن هو هزار، هو أكتر واحد عارف إن أنا ما ينفعش أعمل كده أصلا. فالمهم هي قامت مشي عند الباب. ايه يا معفن؟ هي ماشيه بضهرها راح فيها بالضهرها واحنا ما ايه يا معفن لما انت رحت انا تصدق ان انت عيال اللي معفنها دي. ما هزار برضه كل ده. فهي دي انت معفن قلت لها والبتاع ده بيضرب والبتاع ده تقل ورضا شايله ايه اللي خلاك بقى تشيل البتاع جوزك شايله؟ ما انا لسه بقول لسه اهو جوزك والبتاع ده ايه ده؟ هو جوزك شايل البتاع ده وتقل لي كده الطلقه طلعت ست انا البتاع ورحت جالع على مين؟ على لما لقيت الضربه الطلقه ضربت جريب بقى. هي غدا في ايه؟ غدا في ايه؟ كانت واقف على الارض. اكرم انا هنزل هات العربيه بسرعه، انزل هات العربيه بسرعه راح فاتح الباب جه نزل العربيه فوق يا غدا فوق يا غدا في ايه بس ما خافيش البتاع هو كان في طلقه بصيت انا على سيادتك لو مؤاخذه لقيت الطلقه فين؟ قلت لك ما تخافيش جه اكرم شيل معاه اكرم قال لي انا مش قادر قلت لك شيل معاه ناخدها فين؟ ناخدها في المستشفى. رحنا واخدينها شايلينها انا واكرم وناس معانا اللي هو قال لك عليهم ورحنا شايلينها فاتحين الباب من السجن خدنا حقه وبعد ما خدنا حقه في السجن وقفنا على الباب وفتحنا الباب وبعد ما فتحنا الباب شلناها وخدنا توك. وبعد ما خدنا دكتور رحنا بالمستشفى انا قعدت بقى في المستشفى لحد ما المباحث جت وانا في المستشفى. تمام. دلوقتي انت لما الطلقه طلعت منك انت كنت قاعد؟ كنت قاعد. قاعد ازاي كده؟ مكاني كده. وهي؟ كانت في ايدي كده. كانت واقفه؟ هي كانت واقفه ايوه. التفتت هي كانت ماشيه والتفتت في الكلام بقى. هي الطلقه لما طلعت منه؟ كان واقف. واقف ازاي بقى؟ واقف هنا يعني وهو بيقوم ضرب ولا بعد ما قام وقف؟ لا وهو بيقوم ضرب وهو بيقوم ضرب يعني انا مش عارف اللي حصل بالظبط في البتاع في السلاح يعني هو وريني ضرب ازاي يعني قوم مع واقف قوم مع ضرب على طول بعد كده هو هنا هو كان قال كده مفيش بص كده يعني ايه مفيش ما يعني هي طبيعي كانت بتخاف من السلاح طبعاً. هي يعني كانت بترتعب من حاجه اسمها سلاح يعني ضربها بنص قومه بنص قومه كده وهو تمام. وهو ما اعرفش بقى كان ماسكه يعني انا مش عارف ايديه الثانيه ولا لا بس هو كده تمام